المشكل ديال التغطية الصحية اللي حاليا اللي والسجل الوطني اليوم كتواجدوا في مجمع الصناعات التقليدية على اساس باش الناس ديال الضمان الاجتماعي كانوا طالبينهم الناس ديال الدورة الاستثنائية الاعضاء ديال الدورة الاستثنائية طالبين الحضور ديال الناس ديال التغطية الصحية ديال الضمان الاجتماعي باش يشرحوا لهم المشاكل اللي وقعوا في التغطية الصحية. اذا الاخوان الاعضاء كيسجلوا الناس في السجل الوطني اوتوماتيك كيدوزوا للتغطيه الصحيه، ولكن اللي وقع هو المشاكل بزاف اللي كثروا في التغطيه الصحيه، الا وهو الناس دابا كيسجلوا في الغرفه وكيعاود يجيهم تسجيل اخر من جهه اخرى. مثلا انا كنعرف السيد عنده بيرمي طاكسي مسجل في الغرفه وجا بيرمي طاكسي، صدق دابا غادي يولي مخلص جوج ديال المشاكل. وعندهم كاين ناس اخرين عندهم مشاكل بزاف ديال السيد عنده مراته مثلا كانت معاه وحيدوها ولات كتخلص بوحدها، يعني هذا الشيء وقع فيه بزاف ديال المشاكل. رغم الحمد لله احنا هاد البرنامج هذا اللي جاء احنا بغيناه وحنا كنطالبوا له كنسعوا له هذه المده احنا كنسعوا له الحمد لله ملي سيدنا عطى التعليمات ديالو باش يكون احنا، ولكن غير باقي شويه ديال المشاكل. ربما الاخوان الحضور ديال المدير ديال الضمان الاجتماعي اليوم غادي يحضر باش يشرح للاخوان كاملين المشاكل اللي كاينه، حتى هما كنظن حتى هما يعني عندهم مشاكل حيت ربما جاهم هذا الشيء على غفله وتعرموا عليهم مشاكل لا هما الوزاره ديالنا ولا الضمان الاجتماعي كلهم عندهم المشاكل، ولكن حتى هما تيقلبوا على الحلول ان شاء الله. نقلنا حنا الدور ديالنا حيت حنا سجلنا الصناع والصناع هذوك كيلومونا تيجيهم جوج المرات ولا مشاكل هذا كاع المشكل اللي جا تيجيك انت. اذا الحضور ديالنا اليوم على اساس باش نشرحوا هذه المشاكل للناس ونقلبوا على الحلول جميع ماشي غير هما، كلنا نتعاونوا على الحلول. بعد ما دوزنا عده مراحل في تسجيل في السجل الوطني الحرفي وبالتالي انخرط في التغطيه الصحيه اللي كينظمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. احنا بعد ما سجلنا هاد العمال غير الاجراء وكذلك الحرفيين في شتى المجالات هاد الناس هادو لقاو عده مشاكل من هاد المشاكل هو ازدواجيه في اداء بعض الواجبات. أنا نعطيكم مثلا كاينين بعض العمال اللي عندهم مثلا الراميد واللي عندهم لا سينيسيس كيخلص مثلا الواجبات ديال لا سينيس ديالو انخرط الاول راه كما هو حرفي حنا كنسجلوه باش ينخرط في السجل الوطني كتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيصيفط لي واحد الاداء ديال واحد الواجبات اخرى، هذاك الواجبات كتولي عنده واحد الثقل كبير بالنسبه للحرفي اللي ما يمكنش ليه يوفرها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. دابا حنا حاليا ملي سمعوا هاد الحرفيين بانهم كاينه هاد الازدواجيه في اداء الواجبات، العديد من الحرفيين باغين انهم يشطبوا على رؤوسهم في هذا السجل الوطني، وحنا هذا الشيء اللي ما بغيناش نوصلوا ليه، لان بعض كنعرفوا بان قانون 50/17 اللي خرج هو قانون خاص بتنظيم الحرف، ولكن القانون الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا علاقة له بهذا القانون 50/17، وكيف لا أنه يتم ربط هذا القانون 50/17 بالانخراط في التغطية الصحية، لأنه كاين هناك واحد المغالطة بين هاد جوج الأنظمة.